أقفل مؤشر البحرين العام هذا الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.64% عند مستوى 1348 نقطة، حيث ساهم قطاع البنوك التجارية في القيمة الإجمالية للأسهم والسندات والصكوك والصناديق العقارية بنسبة 72.57%. المزيد من التفاصيل مشاهدينا في سياق التقرير التالي. تجاوزت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة المدرجة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 37 مليون و390 ألف سهم ووحدة، وقد بلغ إجمالي قيمة الأوراق المالية المتداولة بقيمة تجاوزت 8 مليون و305 آلاف دينار بحريني، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 500 صفقة، وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركة. ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 6 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق، واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية. أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار. أما على مستوى الشركات فقد جاء البنك الأهلي المتحد في المركز الأول من حيث القيمة، وجاءت في المركز الثاني مجموعة جي اف اتش المالية. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. كشف تقرير إحصائي للهيئة الاتحادية للجمارك عن نمو حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والسعودية بنسبة 1230% منذ قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2018. وأشار التقرير إلى أن الإجمالي العام لحجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين الشقيقين من تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية بلغ نحو 196 مليار دولار خلال الفترة المذكورة. وأوضح التقرير أن إجمالي واردات الإمارات من السعودية خلال فترة 15 عاماً بلغ 67 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الصادرات الإماراتية إلى المملكة 39.7 مليار دولار، كما بلغت قيمة إعادة التصدير حوالي 90.6 مليار دولار. في بيان له أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير قائلا إن القرار مناسب لتحقيق المعدلات المستهدفة للتضخم، وحافظ المركزي على سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند 16.75% و17.75% على الترتيب. وأشار البيان إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع إلى 14.2% في أغسطس من 11.4% في مايو. وقال البنك إنه على الصعيد العالمي تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات، وعلى الرغم من ذلك كان أثر انتقال تلك التحديات إلى التضخم المحلي محدوداً نظرا لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية والتي أدت إلى تحسن مقومات الاقتصاد الكلي. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. رئيس الأرجنتين يحذر مواطنيه ويقول بأن الأشهر المقبلة ستكون بمنتهى الصعوبة.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن البنك المركزي الأمريكي يعتزم أن يواصل مسارا تدريجيا لزيادة أسعار الفائدة للمساعدة في الحفاظ على قوة الاقتصاد. وأضاف باول بأنه هو وزملائه يتوقعون عودة الوضع الطبيعي بشكل تدريجي، مما سيساعد في دعم الاقتصاد في الأجل الطويل بما يعود بالفائدة على جميع الأمريكيين. وقال أيضا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه احتمالا كبيرا للركود في العامين القادمين. وتعد تعليقات باول تكرارا للبيان الافتتاحي الذي أدلى به في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء عقب قيام المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام. وفي ذلك المؤتمر الصحفي قال باول أن الاقتصاد الأمريكي يشهد فترة مشرقة بشكل استثنائي، بينما يتوقع صانعو السياسة النقدية 3 سنوات أخرى من النمو وانخفاض البطالة واستقرار التضخم. ومن جانب آخر، نما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري بأسرع وتيرة في نحو 4 سنوات بما يتفق مع التقديرات السابقة، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار تلبية هدف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتمثل في تحقيق نمو سنوي نسبته 3%. هذا وقد أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في تقريرها الثالث نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين أبريل ويونيو، وأن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية قدرها 4.2%. قال مصدر حكومي إن الحكومة اتفقت على أن يبقى العجز المستهدف في الميزانية عند 2.4% لكل عام من 2019 وحتى 2021، وهذا المستوى المستهدف سيتجاهل قواعد الاتحاد الأوروبي التي تطلب من إيطاليا أن تخفض بشكل مضطرد العجز في الميزانية. وقال المصدر الذي تحدث عقب اجتماعات بين رئيسي الحزبي: تم التوصل لاتفاق عند 2.4%، وبدأ مجلس الوزراء بكامل هيئته اجتماعا للاتفاق على المستويات المستهدفة للنمو الاقتصادي والمالية العامة للسنوات الثلاث القادمة، حيث قال الرئيس السابق لمجموعة يورو جروب للصحفيين بأن الحكومة الإيطالية يجب أن تتخذ إجراءات للسيطرة على مواردها المالية وسط مزيد من تقلبات السوق. إلى ذلك، هبط اليورو إلى أدنى مستوى في 11 يوما الجمعة بعد أن وافقت الحكومة الإيطالية على ميزانية يرى بعض المستثمرين أنها تتحدى بروكسل. وسجلت العملة الأوروبية الموحدة أكبر هبوط يومي في 7 أسابيع أمس الخميس مع احتدام المعركة بشأن السياسة المالية في ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. وتتخوف الأسواق المالية من أن خطط الحكومة الإيطالية للإنفاق ستؤدي إلى زيادة الديون الإيطالية التي تحتل بالفعل المرتبة الثانية ضمن أكبر الديون في منطقة اليورو كحصة من الناتج الاقتصادي بعد اليونان عند نحو 131% من الناتج المحلي الإجمالي. تواصل ثقة المستهلكين في فرنسا الهبوط للشهر الثاني على التوالي لتكون عند أدنى مستوى منذ أبريل 2016. وكشفت بيانات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أن ثقة الأسر في الوضع الاقتصادي في البلاد تراجعت بمقدار نقطتين خلال شهر سبتمبر الحالي إلى 94 نقطة. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في اقتصاد فرنسا سوف تصعد إلى 97 نقطة خلال سبتمبر. وخيم المسار الهابط على ثقة المستهلكين في فرنسا منذ بداية العام الحالي بعدما انخفض دون متوسط على المدى الطويل والبالغ 100 نقطة. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. We'll be right back.
حذر الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري مواطنيه من أن الأشهر المقبلة ستكون بمنتهى الصعوبة، ذلك أن حكومته تعهدت لصندوق النقد الدولي بتطبيق إجراءات تقشف للخروج من الأزمة. وغداة الإعلان عن قرض من صندوق النقد للأرجنتين بقيمة 57 مليار دولار، وتعاني الدولة على غرار دول ناشئة أخرى من أزمة ثقة داخلية تتزامن مع ظروف دولية غير مواتية مع ارتفاع نسب الفوائد في الولايات المتحدة. وخسر البيزو 50% من قيمته منذ مطلع العام، وأكدت لاغارد من جهتها أن الاتفاق الجديد من شأنه ضمان استعادة الثقة، وأوضحت أن البنك المركزي الأرجنتيني وافق في إطار الاتفاق على تحرير سعر صرف البيزو وعدم التدخل في سوق الصرف إلا في حالات الضرورة القصوى.